السلام عليكم. نشرة منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار، والبداية بالعناوين. جهاز الإسعاف بمدينة الكفرة يعلن حالة الاستنفار الكامل ويسهل إسعاف المصابين جراء الاشتباكات بين كتائب وشباب المدينة وعصابات مسلحة. مشاورات تشكيل حكومة الوفاق مستمرة بحضور كافة أعضاء المجلس الرئاسي، وتعيين فتح المجبري ناطقا رسميا باسم المجلس وأحمد حمزة مقررا له. مارتن كوبلر يقول إن المجتمع الدولي غير مستعد للتدخل في ليبيا حاليا، والبرلمان الأوروبي يدعو إلى تنفيذ الاتفاق السياسي، والناتو يحث على وقف إطلاق النار. أهلا بكم. أعلن جهاز الإسعاف بالكفرة حالة الاستنفار الكامل في المدينة نتيجة الاشتباكات الدائرة حول الكفرة وعلى الطريق الرابط بينها وبين مدن الشمال. وقال رئيس جهاز الإسعاف بالكفرة إبراهيم بالحسن إن الجهاز أقام نقاط تمركز جديدة على المدخل الرئيسي للمدينة، إضافة للأحياء البعيدة عن مستشفى الكفرة العام، كما جدد دعوته إلى فتح الطرق السريعة المارة بوسط المدينة من أجل تسهيل إسعاف المصابين جراء الاشتباكات. وأعرب المجلس البلدي الكفرة عن تأييده للهجوم الذي نفذته عناصر كتيبة التوحيد وشباب مدينة الكفرة على من وصفها بعصابات العدل والمساواة وجبهة تحرير السودان ومن يساندهم من مجموعات تشادية. وأضاف المجلس في بيان له أن شباب الكفرة وعناصر كتيبة التوحيد تمكنوا من تحرير منطقة بوزريق، محذرا من يحاول المساس بأمن المدينة خاصة وليبيا عامة بحسب البيان. ونبقى في الكفرة، حيث أكد مصدر إعلامي من داخل المدينة مقتل 10 أشخاص وأسر 4 آخرين تابعين لمن سماهم بالمجموعات المسلحة الموجودة في منطقة بزينة. وأوضح المصدر نفسه أن عملية تحرير منطقة بزينة بدأت الجمعة، مما أسفر عن جرح 3 من شباب مدينة الكفرة. هذا وأضاف المصدر أن المدينة تشهد هدوءا كاملا الجمعة، منوها إلى أن كل العمليات العسكرية تجري خارج المدينة. وأكد الصحفي إدريس محجوب في نشرة سابقة أن المعارك داخل الكفرة قد انتهت، مشيرا إلى أن الوضع المعيشي والصحي بالمدينة يعتبر جيدا. كانت حصيلة معارك زي ما 10 قتلى المرتزقه واسر 6 اخرين وحرق 4 سيارات وغنم 4 سيارات. اوضاع المواطنين بالمعنويات عاليه جدا ومرتفعه من هذه الاتصالات التي تحققت خلال هذه الايام. اما الوضع المعيشي اللي ولله الحمد يعتبر جيد الى حد ما، والوضع الصحي ايضا يعتبر جيد. أكدت مصادر طبية في بنغازي وصول قتيلين وخمسة جرحى من قوات حفتر والمسلحين المدنيين المساندين له جراء المعارك الدائرة في عدة أحياء بالمدينة إلى مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء. وبحسب المصادر نفسها، فقد استقبل مركز بنغازي الطبي قتيلا وجريحين، فيما استقبل مستشفى الجلاء قتيلا يبلغ من العمر 42 عاما وثلاثة جرحى أصيبوا في محور بوعطني يوم الخميس. من جانبها، أكد الناطق باسم القوات الخاصة في بنغازي الساعقة ميلود الزوي مقتل 3 عناصر من القوات التابعة لحفتر إثر اشتباكات في المدينة يوم الخميس. وأضاف الزوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القتيل الأول ينتمي لكتيبة شهداء الزاوية، وقد قتل إثر اشتباكات في محور جاليونس، فيما ينتمي القتيل الثاني لفريق الدعم والإسناد بالشرطة العسكرية، وقد قتل في محور الهواري، مشيرا إلى مقتل شخص ثالث من قوات الساعقة في محور بوعطني. ونوه الزوي إلى أن فرقة التحريات بالقوات الخاصة ألقت القبض على 4 أشخاص خارجين عن القانون، 3 منهم في مصرف الرويصات والرابع بمصرف الوحدة في البركة، كانوا يقومون بأخذ رشاوى من المواطنين.
وزعت الهيئة الليبية للإغاثة في بنغازي حصصا غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي على العائلات النازحة في المدينة. وقال مدير فرع الهيئة ببنغازي محمد لثرم إن عدد العائلات التي تسلمت مساعدات بلغ 2868 أسرة بمعدل صندوقين لكل عائلة. وأضاف لثرم أن عملية التوزيع تتم من خلال 3 مراكز تعتمدها الهيئة وتشرف عليها وتعمل طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة. قال المستشار الصحفي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي بن عيسى إن مشاورات لتشكيل الحكومة ما تزال مستمرة، حيث سيتراوح عدد الحقائب في التشكيلة القادمة بين 10 و15 وزارة. هذا ونفى بن عيسى انسحاب أي عضو من أعضاء المجلس الرئاسي من جلسات المشاورات، مشيرا إلى حضور الأعضاء 9 لهذه الجلسات. في السياق ذاته، أكد المستشار الصحفي لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فتحي بن عيسى أنه تم اتخاذ قرار بتعيين فتحي المجبري ناطقا رسميا باسم المجلس. وأضاف بن عيسى لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم اتخاذ قرار أيضا بتسمية أحمد حمزة مقررا للمجلس. ونوه بن عيسى إلى أن المجلس الرئاسي بأعضائه 9 اجتمع الجمعة في جلسة تشاور جديدة حول عدد الوزارات بحكومة الوفاق. وقال أحد الموقعين على الاتفاق السياسي أشرف الشح في برنامج 60 إن هناك اتفاقا مبدئيا داخل المجلس الرئاسي ألا يتجاوز عدد الوزارات في تشكيلة حكومة الوفاق 14 وزارة، متوقعا التئام مجلس الدولة خلال الفترة القادمة. تم إعلان قائمة بأعضاء مجلس الدولة طبقا للاتفاق السياسي، وهم صحيحي العضوية يوم توقيع الاتفاق. وهناك بعض الأشخاص الموجودين في هذه القائمة لا يريدون الموافقة ولا يريدون الالتحاق بمجلس الدولة، بالتالي هذا قرار شخصي. ولكن إذا تم ترميم ما تعرض له هذا الاتفاق خلال الأسبوع الماضي، أعتقد أن اجتماع مجلس الدولة سوف يكون خلال 10 أيام القادمة. ورأى الناشط السياسي محمد فؤاد أن عدد التشكيلة الوزارية التي اقترحها المجلس الرئاسي ليس لها علاقة برفض الحكومة، مشيرا إلى أن فايز السراج كان يعمل في البداية على تقديم 10 وزارات فقط، إلا أنه اصطدم بالمحاصصة الجهوية والقبلية حسب قوله. لا أعتقد حقيقة أن السبب الأساسي لرفض الحكومة هو عدد الوزراء، بل بالعكس، يعني السيد السراج حاول في المرة الأولى أن يخرج وزارة أزمة بحوالي 10 وزارات، إلا أنه اصطدم بالواقع وهو المحافظة الجهوية والحزبية وغير ذلك. كل أحد يريد نصيبه من هذه الحكومة، ثم اضطر إلى تكوين وزارة من 32 وزيرا. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إن الحرب على ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا تحتاج إلى قوات برية، باعتبار أنها حرب للاستيلاء على المنشآت النفطية والمدن والمواقع الاستراتيجية. وأضاف كوبلر في حوار مع صحيفة الألمانية سبيغال أن المجتمع الدولي غير مستعد للتدخل على الأرض في الوقت الحالي إلا إذا طلبت منه حكومة الوفاق الوطني ذلك. وشدد كوبلر على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاق السياسي نظرا لسرعة انتشار ما يعرف بتنظيم الدولة في البلاد وتدهور الأوضاع الإنسانية وتردي الوضع الاقتصادي للبنك المركزي الذي لم يبقى في خزائنه غير 50 مليار دولار من الاحتياطات من إجمالي 280 مليار دولار سنة 2011 حسب قوله.
دعا البرلمان الأوروبي المجتمع الدولي إلى دعم جهود تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا، معربا عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني فيها وتداعيات ذلك على دول الجوار. ونبه البرلمان في قرار تبناه بأغلبية 478 صوتا بخصوص الوضع في ليبيا، نبه إلى أن التفكك الاقتصادي واستمرار أعمال العنف في ليبيا يزيدان من هشاشة الدولة ويساهمان في توسع ما يعرف بتنظيم الدولة. وطالب البرلمان الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بتوفير الدعم الإنساني والمالي والسياسي للتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في ليبيا. هذا وأكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن وزراء دفاع وخارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعات مشتركة غير رسمية في أمستردام حول موضوع التمدد السريع لما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا. ونقلت وكالة أك الإيطالية عن هذه المصادر أن تمدد ما يعرف بتنظيم الدولة أصبح يشكل مصدر قلق للأوروبيين بشكل عام ولإيطاليا بشكل خاص، خاصة مع استمرار الجدل حول إمكانية القيام بعملية عسكرية في ليبيا. ويعقد وزراء خارجية ودفاع 27 دولة في الاتحاد الأوروبي اجتماعات الجمعة في العاصمة الهولندية أمستردام برئاسة الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني. قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين إنه من الضروري تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، حيث يمكنها أن تطلب بعد ذلك مساعدة دولية في حربها ضد ما يعرف بتنظيم الدولة. وأضافت دير لاين قبل اجتماع مع نظرائها بالاتحاد الأوروبي في أمستردام أن ليبيا بدأت تتحول إلى منطقة ملاذ وعمل لما يعرف بتنظيم الدولة، مشيرة إلى أن هذا الموضوع أصبح يعزز الضغط لتشكيل حكومة وحدة يمكنها أن تقول بوضوح ما طبيعة المساعدات التي تحتاجها من المجتمع الدولي. قال أمين عام شمال الأطلسي أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ إن الحلف يتابع عن كثب الأوضاع في ليبيا، مشددا على ضرورة دعم جهود إيجاد حل سياسي في البلاد من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لأن ذلك يعد خطوة مهمة لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة. نحن نتابع عن كثب التطورات في ليبيا أيضا، وهذا يؤكد أهمية الدعم الكامل للجهود الرامية لإيجاد حل سياسي من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار والتوصل أيضا إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، لأن ذلك يعتبر خطوة أولى نحو محاربة تنظيم الدولة. قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن الولايات المتحدة تتابع الأحداث في ليبيا بدقة بالغة، لكنها لم تتخذ قرارا بشأن توسيع نطاق دورها هناك. وأضاف كارتر في مؤتمر صحفي أثناء زيارته لقاعدة نيلس الجوية في ولاية نيفادا يوم الخميس إن التركيز ينصب الآن على المسار السياسي في ليبيا، موضحا أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن التشكيلة الوزارية قريبا. يشار إلى أن البيت الأبيض كان قد أعلن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتلقى المعلومات أولا بأول عن خطر امتداد نفوذ ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لمواجهة هذا الخطر إن استدعى الأمر ذلك. هذا وقد أشار تقرير جديد للمخابرات الأمريكية إلى أن عددا من قياديي ما يعرف بتنظيم الدولة توجهوا إلى ليبيا للقتال وتعزيز قبضة التنظيم على ساحل البحر المتوسط بعد الخسائر التي تكبدها في سوريا والعراق. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن تقرير المخابرات الأمريكية قوله إن الفرع الليبي لما يعرف بتنظيم الدولة
آخذ في التوسع، مشيرا إلى أن هناك تضاربا في التقديرات الأمريكية لعدد عناصر التنظيم في ليبيا، بين من يقدر العدد ب3000 مقاتل وبين من يقول إن العدد قد يصل إلى 5000 أو أكثر. يذكر أن تقرير المخابرات الأمريكية أكد أن هناك تراجعا في صفوف مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة في سوريا والعراق. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يواجه ضغوطا من جانب بعض مساعديه لشؤون الأمن القومي للسماح بفتح جبهة جديدة ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا. وبحسب الصحيفة، أوصى أوباما مساعديه بمضاعفة الجهود من أجل دعم تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الوقت الذي يتعين فيه على البنتاغون دراسة عدة خيارات، من بينها شن ضربات جوية أو قيام قوات العمليات الخاصة ببعض الهجمات. وأضافت الصحيفة أن تدخل أعداد كبيرة من القوات البرية الأمريكية هو أمر غير مطروح. قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إنه على الدول التي تفكر في التدخل العسكري في ليبيا مراعاة مصالح دول الجوار والتشاور معها بهذا الخصوص. وأضاف السبسي في كلمة له بعد أن تواترت الأخبار بشأن اقتراب التدخل العسكري في ليبيا، توافد عدد كبير من الليبيين على تونس، لافتا إلى أن استمرار حالة الاضطراب في ليبيا تمثل عامل تهديد مباشر لأمن تونس على حد تعبيره. وأكد الرئيس التونسي أن حل الأزمة الليبية يكمن في تنفيذ بنود الاتفاق السياسي والإسراع في المصادقة على حكومة الوفاق الوطني وتعهد المجتمع الدولي وفي مقدمته دول الجوار بدعم هذه الحكومة. أكد المحلل العسكري والسياسي عادل عبد الكافي ضرورة مواجهة تنامي مخاطر ما يعرف بتنظيم الدولة في البلاد والتعامل مع هذا الواقع بجدية، مشيرا إلى استمرار متابعة بعض الدول الغربية لتحركات التنظيم. رفض وتحديد بعض الأهداف في سرت هو قائم على قدم وساق من قبل بعض الطائرات التابعة، سواء كان لفرنسا أو كان للولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان لإيطاليا. هنالك استطلاع جوي، هنالك حتى تصوير لتحركات وتنقلات الطائرات التابعة لرئاسة الأركان الجوية في كلية جوية مصراتة، تم تصوير تحركات وتعديل مواقعها. من جهته، لم يستبعد الخبير الجيوستراتيجي غازي معلا أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ ما أعلنته بشأن ملاحقتها لأي تهديد يمكن أن تتعرض له من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة في أي مكان. أمريكا لها الرغبة، وكأنها لها الرغبة لفتح جبهة جديدة، وكأنها لها النية شن حرب على تنظيم الدولة في ليبيا، لأنها لتبدأ أنها جيدة أن أمريكا داخلة الآن على انتخابات، والانتخابات الأمريكية المرشح الأبرز للحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، هيلاري كلينتون من أهم الملفات التي ممكن أن تكون عائق أمامها للوصول إلى الرئاسة هو الملف الليبي. هذا ورأى الباحث في الجماعات الإسلامية حسن بوهنية أن المجتمع الدولي غير قادر على التدخل العسكري بشكل مباشر، لأنه يدرك جيدا أن التدخل يصب في مصلحة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. حسب قوله، المجتمع الدولي يدرك بأن هذا التدخل سوف يعمل على ربما يصب في مصلحة تنظيم الدولة بشكل أساسي، باعتبار يتعرض لحرب خارجية، ولكن دون وجود حكومة توافق وطني واضحة وصريحة فلا أعتقد بأن المجتمع الدولي على استعداد للتورط في عمل مباشر. ربما هناك بعض العمليات الخاصة، ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بطائرة بدون طيار، وكذلك عملية طلعات استخبارية للبريطانيين والفرنسيين، ولكن عملية التدخل المباشر لا أعتقد بأنه يمكن أن تحدث. منتصف الليل متواصلة وفيها بعد الفاصل. مواطن في مدينة زوارة ينشئ مكتبة مجانية لترغيب الصغار والكبار في القراءة ولإعادة الكتاب للواجهة في زمن وسائل الاتصال الحديثة.
جهاز الإسعاف بالكفرة يعلن حالة الاستنفار الكامل ويسهل إسعاف المصابين جراء الاشتباكات بين كتائب وشباب المدينة وعصابات مسلحة. مشاورات تشكيل حكومة الوفاق مستمرة بحضور كافة أعضاء المجلس الرئاسي وتعيين فتح المجبري ناطقا رسميا باسم المجلس وأحمد حمزة مقررا له. مارتن كوبلر يقول إن المجتمع الدولي غير مستعد للتدخل في ليبيا حاليا، والبرلمان الأوروبي يدعو إلى تنفيذ الاتفاق السياسي، والناتو يحث على وقف إطلاق النار. أهلا بكم من جديد. طالبت المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة، طالبت مصرف ليبيا المركزي بوضع حلول مستعجلة لنقص السيولة بالمصارف التجارية وتوفيرها للمواطنين. وأوضح رئيس المنظمة عبد الله المصطفى زوبي في بيان له أن المنطقة الشرقية تعاني من نقص حاد في السيولة، وصل إلى عدم قدرة المصارف على صرف قيمة الرواتب كاملة للمواطنين أو إقفال عدد من المصارف الأخرى أبوابها. وأشار رئيس المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة إلى أن السياسات المصرفية المتبعة أفقدت المصارف ثقة المودعين، قائلا إن هناك مصارف لم تعد قادرة على تلبية طلبات زبائنها بسبب توجهها نحو تحقيق الأرباح على حساب السيولة المصرفية. ينظم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في بنغازي حملة تشجير تحت شعار نغرس من أجل بنغازي. وبحسب صفحة المجلس البلدي بنغازي، فإن الحملة التي ستنطلق يوم السبت تستهدف شريحة من شباب الأندية والمجتمع المدني ومفوضية الكشاف وقطاع التعليم. وقد دعا المجلس البلدي بنغازي المواطنين للمشاركة في هذه الحملة. لجأ أحد مواطني مدينة زوارة إلى إنشاء مكتبة مجانية مصغرة وتوزيعها في عدد من الأماكن العامة في المدينة لترغيب الصغار والكبار في المطالعة. تفاصيل أوفى عن هذا المشروع نستعرضها في سياق التقرير التالي. مع عزوف البعض عن شراء الكتب ومطالعتها ونظرا لأهمية القراءة باعتبارها أول وسيلة للتعلم وأقدمها، لجأ أحد المواطنين من مدينة زوارة ويدعى باسم دهان لإنشاء مكتبة مجانية مصغرة لترغيب الصغار والكبار في القراءة. جاءت فكرة المكتبة، شوفنا هنا في المدينة هنا بشكل خاص أن في عزوف كبير بالنسبة لتداول الكتاب وانتشاره، حاولنا نديره فكرة معينة أن احنا ننشروا به الكتاب بطريقة سهلة وسلسة وفي متناول الناس، فلقينا من أفضل الأشياء أنه هو يكون تداول الكتاب بشكل مجاني، يعني تحطه في مكان عام حديقة وشارع أو يعني في جهات العامة، وتخليه تخلي الناس اللي هي عندها القدرة أن هي تتحصل على الكتاب بدون ما تدفع رسوم، بدون ما يكون فيها قيود. هنا في هذه الحديقة ركز باسم دهان مجموعة من المكتبات، حيث يمكن للزوار اقتناء كتاب ومطالعته شريطة إرجاعه مرة أخرى. ولم ينسى مؤسس المكتبة الأطفال باعتبارهم أول فئة مستهدفة، حيث صمم لهم مكتبة خاصة، كما أنه صمم صندوقا خاصا بالتبرع بالكتب ليستفيد منها الآخرون. وبالفعل صممنا المكتبة المجانية المصغرة ودرنا معاه منتج تاني اللي هو مكتبة للأطفال صغيرة الحجم قصيرة أن هي تقدر يعني حتى الطفل الصغير يقدر هو يتناول كتاب وياخده، ودرنا منتج ثالث اللي هو عبارة عن صندوق تبرع بالكتب. فكرة المكتبة المجانية التي قوبلت بالرفض في البداية وجدت ترحيبا من بعض القراء واعتبروها خطوة هامة نحو إعادة الكتاب إلى الواجهة، خاصة مع الاعتماد الكلي على وسائل الاتصال الحديثة. حقيقة جيت اليوم للحديقة وتفاجأت بالمكتبة المصغرة هذه وعجبتني الفكرة، ونشكر كل من خدم عليها. والحقيقة المكتبة متنوعة يعني من السن تقريبا 8 سنوات لستين سنة، وعجبتني الفكرة صراحة، يعني ما توقعتهاش هيك وجبت كتاب وعجبني. المكتبة المجانية المصغرة مشروع على بساطته، إلا أنه يسعى لبناء مدينة كاملة، ويعول القائمون عليه على مدى التزام المواطنين بإرجاع الكتاب باعتبار أن هذا النظام مبني على الثقة ولا توجد رسوم لاقتناء الكتب، وذلك لإنجاح المشروع وتعميمه في أكثر من مدينة. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
جهاز الإسعاف بالكفرة يعلن حالة الاستنفار الكامل ويسهل إسعاف المصابين جراء الاشتباكات بين كتائب وشباب المدينة وعصابات مسلحة. مشاورات تشكيل حكومة الوفاق مستمرة بحضور كافة أعضاء المجلس الرئاسي وتعيين فتح المجبري ناطقا رسميا باسم المجلس وأحمد حمزة مقربا له. مارتن كوبلر يقول إن المجتمع الدولي غير مستعد لتدخل في ليبيا حاليا، والبرلمان الأوروبي يدعو إلى تنفيذ الاتفاق السياسي، والناتو يحث على وقف إطلاق النار. دمتم في أمان الله ورعايته.